السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبيب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. إيه، شوفوا هنعمل حاجة حلوة جدا النهاردة وهتعجبكم. شوفوا هشة ازاي وطعمها جميل وبالكريمة وبرضو بالمربى. هي إيه هشة خالص ومورقة. ارجو منكم ما تنسوش برضو بالاشتراك واللايك، ويلا بينا على المقادير. المقادير: 2 معلقة سكر، أضافة معلقة، تاني معلقة اهي، معلقة كبيرة خميرة، نص كوب لبن، عليه نص كوب مية دافيين، كملتها يبقى كوباية، نص كوب لبن عليه نص كوب مية، كوب دي اهو الأول أقلبها. بالمعلقة الكبيرة دي باينة، 3 معالق كبار، ادي اول معلقة، تاني معلقة، تالت معلقة، 3 معالق زيت، معلقة خل كبيرة، نص معلقة بيكنج باودر، رشة ملح، انا حاطه كوب دقيق في الاول، دي تاني كوب دقيق اهو، هحتاج كمان نص كوب، هو المقدار 2.5 كوب. النص اهو نص كوب، يبقى كده 2.5 كوب دقيق. عجينها كده خلاص، كده بهيت اهو. جبت كيس مطبخ فتحته وغطيها وحطها بقى في مكان ضلمة لحد ما تخمر، وهاجي نشوف هنعمل بيها ايه. دلوقتي انا هعمل الحاجة اللي الف عليها العجينة. فانا عندي اي حاجة مثلا دقاقة، اي حاجة بحطها، بحط هنا الشرطة زرقاء، وفي الاخر هنا شرطة برضو زرقاء كده، وعشان اقطع بقى وايه يبقى كل مقاسات زي بعض كده. طيب، وهنا برضو هعمل برضو في النهاية كده، طيب هنا كده في يعني دي بدايتها، هعمل في نهايتها برضو وهكذا كده اهو، وبرضو كده هعمل بس شرطة. تمام. طيب، وبعد كده هعمل ايه؟ انا مسكه المقص في ايدي، المقص اهو على الشرطة دي الاولانية دي التانية اهو، هقص عشان تبقى قبل بعضها اهو. انا التنيتة اهو هقصها كده اسرع، يعني دي كراسة رسم، ورق رسم، والورق الابيض بتاعه ده هحتاج ده واحتاج دي عشان اطلع منها اللي هي الورق اللي شكل ده كده عشان يلف عليه. كده هتنيها كده، تانية كده ببر بعضها وهقصها. ماشي، ده اول دول كده تنيش كده الورقة اهي، هات التانية اللي هي لحد العلامة الزرقاء دي اهو. على بعضها كده هقصها، ايوه كده قصتها اهي، يبقى كده كام؟ 4. هبدا اخلص دي برده كده، الورق البيضه انا هحطها كده عشان اشوف المقاس بتاعها اهو، عشان الفها ايه كده. هقص بقى فين، احطها كده واقص لاخر الورقه كده اهو. ده هحطها كده
او الف عليها. هبدأ بقى ادخل ده جوه كده عشان اقفل عليها، والجنب التاني برضو. قفلت عليها خالص انا عشان متطلعش تاني. ايه كمان مرة عشان ايه لاخرها برضو. انا فرصة رسم قطعناها وعملنا بها الشكل اللي احنا عايزينه. هلف عليها برضو اهو. ممكن بديل ده الورق الزبدة، انا عندي ورق زبدة برضو، بس انا عملت معاكم الورق الرسم اللي حابب يعمل بده او بده. وهنكمل بقى مع بعض دلوقتي. دلوقتي كده انا عملت معاكم اتنين، هخلصهم كلهم وهجيب العجينه ونشوف هنعملها ازاي بقى ونلفها عليها ازاي، وهتطلع بالشكل اللي يعجبكم وهيعجب الاولاد ان شاء الله. تمام. خلاص خمرت طلعتها، حطيت دقيق من تحت ودقيق من فوق، هفردها. هقطعها شرايط الشبكة دي صغيرة، انا هشيلها خالص. برضو ده هشيل برضو اللي في النص ده، هسويها بس كده اهو. كمان حتة منها عشان تبقى صوت بعضها كده. خلاص طبعا القطعه بتاعه العجين تبقى احسن من السكينه، بس ما فيش عندي بقى، بمشي حالي بس ماشي الحال يعني. هحاول اجيبها هتريحني. خلاص هاخد ورقه من اللي انا عاملاها اهيت، اجيبها هلفها عليها كلها من البدايه كده. تمام. من اولها خالص اهي. هلفها عليها كلها والحته اللي في الاخر دي هدخلها كده، هجمدها كده واحطها كده تحت كده، واحطها هنا تخرج. يعني ايه برضه حطيتها من الاول اهي، هلف عليها اهي اضيق كده
والاخيره هشدها اهي واحطها برضه جامده كده، واحطها كده عشان ايه لما بحمر تبقى دي الظهر بتاعها. برضو اللي تحت كده ما ينفعش برضو امسك الحته اللي مسكت منها احطها برضو تحت. الوقت هخلصهم كلهم وهسيبهم يخمر ونشوف برضو هنعمل ايه تاني، فعشان ما اعطلكوش هخلصهم كلهم وارجع لكم تاني. وخلصت الكميه، سيبها بس نص ساعه تخمر كمان، وهنا الصينيه اتملت وديت بسيبهم شويه تخمر، وبعد كده نرجع مع بعض ونشوف هنعمل ايه. الزيت سخن، الزيت سخن اهو، هحط فيه هدي النار عشان تستوي من جوه. ايه كده خلاص اهي بحمر. وهي سخنه هطلع منها دلوقتي كل الشوربه، أنا دلوقتي أريد أحطها في ال برون، حطيتها في السكر، دي حاجة ممكن نحط عليها شوكولاتة، الشوكولاتة بتشرب بسهولة جدا. الورقة بتشرب بسهولة خالص، ودي ورقة كراسة رسم. هشيل له اي حاجه انا عايزاها. عملت الكريم شانتي وحطيته في اللي هو كيس اللبن العادي، وفتحته من هنا بالمقص، وبرده عندي شويه مربى حطيتهم برده في كيس اللبن وفتحته من هنا. هحشيل قبل بالكريم الشانتي اهو، هدخل اللي مفتوحه من الفتحه منها اهو، هضغط هضغط لحد ما تتملى اهو. هشوفه من هنا ومن هنا. طيب برضه هضغط اهو لحد ما تتملى اهو، اتملت من هنا ومن هنا. طيب واحدة تانية، نضغط لجوه لحد ما تتملى. هذا المربى هدخل من هنا ومن هنا. واحدة تانية خلاص كده اهو. ايه ده الشوكولاتة، انا جبت اللي اتعملت وحطيت عليها برضو، رشيت عليها الشوكولاتة سيحتها وحطيتها برضو في كيس صغير كده، قمت حاطاها من فوق كده. ايه اللي فيها عليها الشوكولاتة برضو، هحشيها مربى اهو، اي حشوة عايزينها نحشيها. شوفوا ملينا من هنا ومن هنا اهي، كمان واحدة المربى برضو باللي بالشوكولاتة. برضو اتملت من هنا ومن هنا. ايه دي كريم شانتي، هدخل برضو واضغط لحد ما تتملى من جوه. ايوه
ملانة من هنا ومن هنا. هي هدخل فيها برضه، ماشي. همسحها. الأولاد عايزين مربى، فهحط دي المربى، هدخل برضه، أضغط لحد ما تتت. خلاص اتملت من هنا ومن هنا. ايوه خلاص كده خلصنا من وصفة النهاردة اللي دال على السكر وبالكريمة وبالمربى، وده مزينته بالشوكولاتة والمربى برضو والكريمة. ارجو منكم بقى لو عجبكم بالله عليكم الفيديو ما تنسونيش بالاشتراك واللايك، وارجو وان شاء الله طعمه جميل ويعجبكم ويعجب الاولاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.